السلام عليكم. لا تخلو صفحة الفيسبوك في الساعة الأخيرة من الحديث عن عجوز كبير في ولاية سكيكدا وما فعله لشاب أعجب الجميع. تابع الفيديو للأخير. قالت عدة صفحات ناشطة عالمية نصة الفيسبوك في الساعة الأخيرة أن رجلا عجوز طاعن في السن انهال بالضربة المبرحة على شاب عصاه على رأسها حتى فقد وعيه بعدما وجده مع ابنته بوسط مدينة سكيكدا. وتفاعل ناشطون مع الحادثة وأثنوا على فعلة الرجل الطاعن في السن والذي دافع عن شرفه، كما ودعوا الشباب إلى ضرورة الابتعاد عن هذه العلاقة المحرمة لأننا في بلد عربي مسلم.